تميز سكان بلدان الخليج منذ آلاف السنين بمهنة الغوص على مغارات اللؤلؤ، وهذه المهنة انتهت بعد ظهور النفط في هذه البلدان، وهي مهنة مرتبطة بالمواسم، أي أن لها بداية ولها نهاية، فتبدأ مع غياب نجوم الثريا بما يسميها العامة بكنة الثريا، وتنتهي مع بداية هجرة الطيور. لا منهم شافوا الهدهد فوق عالي السفن قالوا انتهت. وش اللي انتهت؟ انتهت مرحلة الغوص على مغارات اللؤلؤ، فتبدأ في شهر مايو ويسمونها بمرحلة الدشة، وهي مرحلة الدخول إلى عرض البحر، وتنتهي في شهر سبتمبر وتسمى مرحلة القفال، وهي مرحلة نزع السفن من البحر وتغطيتها وصيانتها إلى الموسم القادم، وهي مهنة همها أكثر من نفعها. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي.